خلينا نروح للكابتن نصر النني، والد كابتن محمد النني، واكيد يعني نجمنا الكبير محمد النني بيقوم بدور كبير ومجهود كبير جدا في مباراتنا او المباراه السابقه، وان شاء الله كمان في المباراه القادمه يبقى نجم من نجوم اللقاء ويبقى سبب من اسباب الصعود ان شاء الله لكاس العالم. كابتن ناصر تحياتي ليك. حبيبي يا كابتن محمد، اخبارك يا ابو الكواتم؟ نجم النجوم وهداف مصر يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن ناصر، ربنا يخليك. لا ده النني هو اللي مشرفنا وما شاء الله عليه، ربنا يخليه لك يا كابتن محمد. بصراحه انت وجلال ومتعب حبيبي يا كابتن. لا احنا اهلاويه يا كابتن محمد. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. يعني عايز اخد رايك الاول في الماتش اللي فات وتقول لي رايك فيه، وبعد كده توقعاتك يا كابتن للماتش اللي جاي، ونعمل ايه بقى، وعايز محمد يعمل ايه في الماتش ده. حاضر يا كابتن. اتفضل يا كابتن. الماتش الاولاني يا كابتن، الاساس الاول ايه؟ ان احنا نجيب جول. صح. ليه؟ الجول دوت وعكس على السنغال، طمنا اللعيبه بتاع منتخب مصر، طمنونا ان احنا عندنا كفاءه في السنغال. صحيح. صح يا كابتن؟ صح طبعا. ماشي، نخلص ده وخلاص، لان محمد صلاح اول مره اشوفه بيدافع بقوه. صح. قدر عمر جاب حقه، احسن باك رايت معلش في مصر الماتش ده. احسن باك رايت في مصر. تمام يا كابتن. لا هو قدم يعني عمل ماتش رائع صراحه عمر جابر. كابتن. بالرغم ان هو كان بعيد خالص وجه الماتش يعني ما حدش كان متوقع انه يلعب اساسي يعني. برافو على كابتن، يعني كابتن كروش من مدربين العظماء. لما يجيب واحد محمد عمر جابر اللي عمل باك رايت، والراجل ما عرفش انه راح منتخب مصر، لا اضرب له تعظيم سلام يا كروش. اضرب له تعظيم سلام. امن بحمد فتحي على الولد زيرو بتاعهم، امن عليه. يا كابتن محمد انا سامعك يا حاج ناصر، سامعك والله. سامعك كابتن يعني، ومستمتع بكلامك يعني. حمد فتحي النهارده مسك الراجل وحجمه شويه. ناني صلاح بيروح له، ومحمد النني بيروح له، وعمر جابر بيروح له، ثلاثة ورا بعض قفلوا عليه. بس في بقى هنا غلطة في منتخب مصر. ايه بقى؟ الرقم اثنين يا كابتن فاتح الملعب بره قوي. موسع الجبهة بتاع مين؟ عشان لما يروح على ماني يبقى ايه؟ رايحين متأخرين، رايحين توقيت مناسب. سالوسيس اللي هو الباك ليفت قصدك يا كابتن؟ ها؟ سالوسيس الباك ليفت بتاعهم. طبعا.